إذا للحديث عن تبرير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر الرسوم المسيئة للإسلام ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو. أستاذ يوسف مرحبا بكم. يعني لم يعلن الرئيس الفرنسي صراحة رفضه للإساءة للإسلام ولم يقدم اعتذار للمسلمين، لكنه قال إنه يتفهم مشاعرهم. هل هذا كاف لوقف موجة الغضب ضد فرنسا أستاذ يوسف؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يا سيدي، محاولات التبرير والتدليس والضحك على الذكون في موضوع الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه لن تخدعنا ولن تخدع أحد من المسلمين الذين هم على عناية ودراية بما يتم اتباعهم من أساليب خبيثة من قبل ماكرون. يا سيدي، ماكرون هو كديس المنتوف، هو الآن يعيش آخر أيامه، هو يحاول أن يعيد أو يحاول أن يخفف من ألم المقاطعة التي هي أقلقت مضجعه، والتي الآن يحاول أن يستدير استدارة يتلافى ما سببت له من أضرار سياسية واقتصادية على بلده. بداية هو تكلم فكذب. هو الذي أيد استمرار نشر الرسوم المسيئة بحجة أنها بحرية التعبير عن الرأي. هو الذي اتهم وقال بأن الإسلام هو يعيش في أزمة، وهو الآن يقول أنه لا يمكن أن يشوه الإسلام. يعني الكثير من المتناقضات، يعني كما يقول أراد أن يكحلها فعماها. لا يمكن الثقة يا سيدي بما يقوله ماكرون، ولا قيمة لما يقوله ماكرون سواء قاله اليوم أو ما قاله بالأمس أو ما سيقوله غدا. هو يهذي وهو يعلم بأنه يكذب، وبالتالي ما يجب عمله هو الاستمرار في المقاطعة. المقاطعة هي الآن تعتبر السلاح الناجع الوحيد لإلزام كل من يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم حده. ولماذا يتطاولون على الإسلام وعلى النبي محمد ولا يتطاولون على اليهود والهولوكوست، ولا يتطاول على الأديان الأخرى؟ يجب أن يكون هناك قوة رادعة يعمل لها ألف حساب. أستاذ يوسف، أيضا ماكرون برر الصور المسيئة للإسلام بالقول إن هذه الرسوم صدرت من صحف وصفها بالحرة والمستقلة وهي غير تابعة لحكومته. هل هذا التبرير يعفيه من المسؤولية؟ لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يقول بأن هذا التبرير يعفيه من المسؤولية، بالعكس تماما. هو كان داعما لهذه الرسوم التي لو لم يكن هو راضي عنها وحكومته لما نشرت وعلقت على المباني، ولما علقت على الأماكن العامة، ولما أخذت الأذونات والتراخيص لأن تستمر في 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 أنها معلقة. هذا واحد. ثانيا، هو يا سيدي صرح بصريح العبارة، قال أن هذه عبارة عن حرية التعبير عن الرأي. ألم يقل هذا؟ هو قال هذه حرية التعبير عن الرأي، وبالتالي لا يمكن أن يعني يضحك على أحد أو يستهزئ. هذا قضية التراجع، هذا عبارة عن استهزاء إضافي بالمسلمين وبالإسلام. نحن لسنا سرتج، ولا يمكن أن نسمح لهؤلاء أن يقوموا بمحاولات سخيفة ومحاولات يائسة. التبرير هو إمعان أكثر في أنهم ارتكبوا، ويجب عليهم أن يعتذروا. الاعتذار هو مطلب أساسي، ليست التبريرات وليس اللف والدوران ولا التدليس والكذب، هو المطلب اللازم في هكذا أخطاء. أستاذ يوسف، الرئيس الفرنسي أيضا قال إن هناك محاولات لتحريف تصريحاته، هل نفهم من ذلك تراجعا في موقف ماكرون؟ يا سيدي، المحاولات في تحريف تصريحاته هذا كلام أيضا لا ينطبق، وهذا غير واضح. الذي التصريحات كل العالم يعلم بأن هنالك ترجمة مباشرة، وأن التصريحات هي التي ما قالها تم فهمها، وإذا ما كان هنالك تحريفات لهذه التصريحات فهو الذي الآن يقوم به حاليا. هو يقوم الآن بتحريف ما قاله بالأمس، وهو الآن يدعي غير ما قاله بالأمس، وهذا تراجع. التراجع ينم على أنه الآن يعاني من أزمة حقيقية وضرر حقيقي، ولكنه ما يزال مصر على أن يلقي باللوم على الآخرين. هذه السياسة الخبيثة وهذا عدم الاعتراف بالخطأ لن يغير من الموقف. يجب أن لن يغير الموقف أنه يجب المقاطعة والاستمرار في المقاطعة، ليعلم أنه هو الآن
لن يتم العدول حتى يغير من موقفه ويعترف بخطئه الواضح والصريح. إلقاء اللوم على الآخرين هذه بحد ذاتها هي عبارة عن سياسة خبيثة وماكرة لن تنطلي حيلها على أحد. أستاذ يوسف، ربما يعني تفاجأ ماكرون بحجم مشاعر الغضب في العالمين العربي والإسلامي، هل سنشهد تقديمه اعتذارا صريحا في ظل استمرار مقاطعة البضائع الفرنسية في الأيام القليلة القادمة؟ أتوقع بأنه تأخر في تقديم الاعتذار، خرج القوس من الرمح، وخرج الرمح من القوس يا سيدي، أو خرج السهم من القوس كما يقولون. أتوقع تأخر كثيرا، وربما الاعتذار لن يكون كافيا الآن، لأنه الآن زاد الطين بلة، هو الآن ألقى باللوم على الآخرين وخطأ الآخرين وقال نحن نريد يعني كمان حرفت كلامه، هو أضاف كذبا على كذب وبهتانا على بهتان، وبالتالي أتوقع أن الاعتذار لن يكون كافيا. أتوقع أن عليه هو أن يعترف تماما بأنه هو المسؤول المباشر عما حصل، ويتعهد بشكل قطعي أن يسن قانونا يحمي به الأديان، يحمي به الإسلام، يحمي به الرموز الإسلامية. أن يكون هنالك تعهدات كونه رئيس الحكومة أو المسؤول المباشر بإعطاء ضمانات بأنه لن يتعرض لها أحد، لا هو ولا من الطوائف الأخرى، وإلا يجب أن تستمر المقاطعة وأن يستمر الضغط حتى الحصول على هذه الضمانات. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، شكرا جزيلا لكم.